هل عم تتساءلوا احنا باي مرحله هلا بالعالم العربي؟ اعدي شهاده المراه بتساوي نصف الرجل. هناك الكثير من الاشياء التي لا نعرفها عن اجسام النساء. عندك رحم يا مدام. خليني احكي لكم كيف. فبقاؤك في بيتك فعل نسوي. وهذا ما يسمى بالتفاوت ما بين التوقع والواقع. والله احنا اللي صار بدنا حقيقة يا زلمه. وهاي فكرة ذكورية بحتة لا تمت للعلم بسبب. معليش بكره بيجي الولد مش من اول بطن. هيك اشي فانسي.